أخواتي أخوتي، السلام عليكم. أنا أمنة بن عثمان، رئيسة قائمة الحزب الجمهوري بدائرة تونس واحد. ما كنتش وزيرة ولا بنت وزير ولا سيدة أعمال، أنا أستاذة من منطقتكم كيفي كيف بقية أعضاء القائمة من أحيانا الشعبية والمدينة وباب بحر. نعرفوا مشاكلها وهدفنا هو تطوير بلادنا. اخترنا من وقت طويل الانخراط في الحزب الجمهوري لأنه حزب ناضل ضد الاستبداد منذ أكثر من 30 سنة، وكان ديما إلى جانب المظلومين ويدافع على الفئات الفقيرة والمتوسطة في الجهات المهمشة والأحياء الشعبية وعلى مقدرتهم الشرائية، هالفئات اللي عانات من السياسات الاقتصادية الفاشلة ومن الفساد اللي تفشى في البلاد. الجمهوري ساهم من موقع متقدم في الثورة، وبعد الثورة كان عنصر أساسي في التوافق اللي وصلنا له خاصة حول الدستور، وتمكن من وضع برنامج شامل لكل المجالات بفضل الكفاءات اللي التحقت به بعد الثورة بالاعتماد على معطيات ودراسات دقيقة. ومن أهم محاور هذا البرنامج إعادة سلطة الدولة، ضمان الأمن ومقاومة الإرهاب، ورفع العزلة على الجهات الداخلية، تأمين الشغل الكريم للشباب، تحسين الخدمات الصحية والنقل والسكن والمقدرة الشرائية. دائرة تونس واحد تتكون في أغلبها من أحياء شعبية محيطة بالعاصمة، تفتقر إلى مقومات العيش الكريم وتعاني من مشاكل كبيرة وفي حاجة باش نخصلها ميزانية أكبر، كما مشاكل البيئة. كلنا نعرفوا معاناة سيدي حسين والحريرية من صبخة السجومي ومصبر الشكير اللي من المفروض تسكر وكان ممكن إيجاد حل ليه برسكلة الفضلات وتحويلها لمصدر للطاقة كما تعمل الدول المتقدمة، ويخلق في نفس الوقت مواطن شغل. مش ممكن باش منطقتنا وتونس الغربية تبقى مصب الفضلات تونس الكبرى. مش كل واد قريانة اللي بدوره تحول لمصب ومصدر للناموس والأمراض لسكان حي الزهور والزهروني. مشكلة النقل والتهيئة وحالة الطرقات بسيدي فتح الله وجبل الجلود والكبارية والوردية وحي هلال والمروج اثنين والمظهر العام بالعاصمة وجه بلادنا اللي نحبه رجعوا لها رونقها ونظافتها في باب السويقة ولفيات وباب بحر وسيدي البشير. وبصيفتي في ميدان التعليم وندرس من سنوات طويلة نشوف المستوى الكارثي لتعليمنا، بتدني المستوى بالاكتظاظ في الأقسام في بعض المناطق، الانقطاع المبكر عن التعليم، والمخاطر اللي تستنى في صغارنا في الشارع وفي المخدرات وانحراف. واجبنا إصلاح منظومة التعليم وجعلها تتلائم مع سوق الشغل ومساعدة المنقطعين بإدماجهم في مؤسسات التعليم المهني باش يتعلموا صنعة تمكنهم من مصدر رزق. أولادنا أمانة في رقبتنا، يلزمنا نأمنوا لهم مستقبلهم. أخواتي أخوتي في دائرة تونس واحد، احنا في الجمهوري اخترنا شعار الزيتونة المباركة، بتصويتكم لقائمتنا تصوتوا للي دافع على الحق من وقت طويل، تصوتوا لنظافة اليد وللصدق في خدمة البلاد، وكيف ما يقول المثل المال اللي ماشي للصدرة الزيتونة أولى به وانتوما أولويتنا.